حياتك بتعلمي احسن بكتير من البنت اللي بتعلم كنتور على اليوتيوب. ميرسي يا هبه. دريم دلوقتي بقى جه دورك، انت اللي هتعملي العين التانيه، ولو عملتيها وحش هجيب لك هادي. اتفضلي وريني شطارتك قبل ما ارد على التليفون ده واجي لك على طول. اوكي يلا، موضوع سهل جدا. كويس انك هنا. انت اتصال فين من الصبح يا ابني؟ شفتكش طول النهار. قاعد مرزوح في المكتب ما اتحركتش. بس كويس شكلك بقى احسن. انت استحميت ولا ايه؟ لا بس برافو. او ترحمنا شويه من خلقتك اللي انت قرفنا بيها دي بقالك كام يوم. يا ريت بقى الخلقه الجديده دي تعجبكم وتبقوا مبسوطين. صراحه انا عن نفسي مبسوط. ولسه كمان بقى ماما لما تشوفك كده مستحمي وحلو اكيد هي كمان هتبقى مبسوطه. اوه. صحيح. ما قلتلكش انها جات لي النهارده وعرضت عليا وظيفه جديده؟ وظيفه؟ وظيفة ايه ان شاء الله؟ اولا يا سيدي عايزين ابقى بيبي سيتر لابنها الحيلة مازن. استنى بس اما تسمع بقية متطلبات الوظيفة. تاني حاجة عايزاني ابعدك عن سكة البارات والشرب، السكة الوحشة دي بتاعت الناس الوحشين. تالت حاجة بقى ودي اهم نقطة في الموضوع، عايزاني ابعدك عن هبة خالص، اطلعها من دماغك. ويا سلام بقى لو خليتك ما تفكرش فيها تاني. وسيادتك بقى وعدتها بلسه الطلبات اللي هي عاوزاها دي صح؟ حبيبي ما احنا لو نفذنا الطلب الثالث، الطلب الاولاني والثاني هيتنفذوا لوحدهم. بالنسبه بقى لحكايه ان انا اطلع هبه من دماغك دي، مفيش اسهل ولا ابسط منها. انت بس تسيب لي نفسك النهارده وانا اخرجك خروجه مع حته دين واحده هتنسيك هبه واللي خلفوها. وانت فكرك بقى لما انا هنزل مع اي واحده هتنسيني هبه صح؟ وانا برضو هخرجك مع اي واحده. انا هخرجك مع واحده من بتوع زمان. افتكر كده معايا. حاجه كده على ذوق انا. اول ما تقعد معاها هتنسى هبه وهتنساني انا شخصيا. لا ما انا عارف ذوقك كويس. اسمعني بقى مازن عشان اجيب لك من الاخر عشان اوفر وقتي ووقتك. اولا ماما عايزه تخرجني من اللي انا فيه بس بتفكر غلط. تاني حاجه بقى اختيارك انت علشان تنفذ المهمه دي اختيار فاشل. عارف ليه؟ عشان اللي هي عاوزاه ملوش علاقه خالص باللي انت بتعمله دلوقتي. ماما عاوزاني اترمي في حضن فريده وده استحاله ان انا اعمله ولا بيك ولا من غيرك. خلاص يا عم انت داخل فيا شمال كده ليه فجاه؟ انا بس كنت بحكي لك على المهمه اللي امك طلبتها مني مش اكتر. مازن انا عارف كويس جدا ماما بتفكر في ايه. بعدين بقى الخطه اللي انتوا اتفقتوا مع بعض عليها بدات من امبارح بالليل لما عدت عليا في البار. حاولت تقلبني على هبه وتقنعني ان هبه بتكرهني. مش بس كده كمان، دي كانت عايزه تقنعني ان في حد في حياه هبه غيري. تخيل. نعم. مصور. مصور. عاملة ايه النهاردة؟ أنا الحمد لله كويسة. هي مس لينا خرجت. ما أنا عارف. هي اتفقت معايا إن أعدي عليكي علشان أختك. أوكي. شكلك جهزتي خلاص ولا إيه؟ أنا؟ لا لسه ما جهزتش. لسه إيه تاني؟ ما أنتِ كده هايلة. مش ناقصك حاجة. لا ما هو أنا مش قصدي على الميك اب والشعر واللبس وكده. أمال قصدك إيه؟ أنا بصراحة مش عايزة أروح الحفلة تاني يا هبة؟ طب ممكن أفهم ليه؟ يعني حضرتك تقدر تقول كده إن أنا والحفلة دونت ميكس. أنا عمري ما كنت كده، وكنت على طول من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، وحياتي كانت أضيق من كده بكتير. بصي مدام قلتي كانت تبقى ماضي، وبيتهيألي يعني مفيش حاجة تضطرك تفضلي حابسة نفسك في الماضي ده على طول. لا ما هو الماضي ده ما انتهيش. انا مجرد ما ارجع من هنا كل حاجه هترجع تاني زي الاول. حتى لو كان كلامك صح، ايه اللي يمنعك انك تعيشي اللحظه بحريه؟ ما لو حياتك تحس باللخبطه اللي انا فيها هتعرف انا بقول كده ليه. طب ما تقولي لي انت ايه اللي ملخبطك؟ انا ملخبطه لاني بقيت واحده تانيه، وحياتك اكتر واحد شاهد على ده. أنا أول ما جيت هنا كنت بنت بسيطة عادية
مجرد اسيستنت لمسلينا. دلوقتي انا ما بقتش كده خالص. انا بقيت واحده تانية، انا مش عارفه هي مين. وحاسه ان انا بمثل. وانا لو رحت الحفله دي هبقى واحده تانية فعلا وهبقى بمثل. بس انا مش شايف كده. انا شايفك بنت حلوه بجد. ده بس من ذوقك. صدقيني يا هبه، دي مش مجامله. انا من يوم ما شفتك وانا شايفك حلوه. المساله ملهاش علاقه خالص بالشكل، ده شيء له علاقه بالروح، بالقبول. وانتي روحك حلوه وشكلك دلوقتي ما فرقش كتير عن روحك. الا بقى اذا كانت روح كمان فيها تمثيل. هبه بليز، حرري نفسك من الاوهام اللي جواكي دي، وعيشي لحظاتك بروحك قبل شكلك. هو ده اللي هيخليك تحبي دنيتك وما تحسيش فيها بغربه. ممكن يلا بقى عشان احنا كده متاخرين على الناس. مستر بليز، ملوش لزوم خالص. حياتك تقدر تروح. انا بجد مقدره تعب حياتك انت ومسلينا معايا، بس انا هبقى احسن كتير لما ابقى لوحدي. وعلى فكره انت فاهمه غلط. انا مش جاي اقول لك تعالي معايا عشان خاطر لينا ولا علشان اساعدك. انا هنا علشانك انت، عشان البنت الخجوله اللي لسه واصله الغردقه من كام يوم. هيبقى انا لا تور جايد ولا حد بيدفع لي فلوس عشان اخرج واحضر معاكي حفلات. انا الحاجه اللي بعملها بعملها عشان ببقى حابب ان اعملها. وانا دلوقتي حابب ان اشوفك مبسوطه. بالمناسبه هادي بينا كان عندهم حق في كل التغيير اللي عملوه لك. انا صحيح كنت شايفك من الاول حلوه، بس الصراحه كنتش عارف انك حلوه قوي كده. ها، هتيجي معايا ولا هتكسفيني؟ لا، ما اقدرش اكسف حضرتك. اتفضلي حضرتك. انا مش فاهم انت بتضحك على ايه قوي كده يعني. اصل بصراحه امك دي عليها حركات مافوراها قوي، مش عارف ليه. هبه مين دي اللي ممكن تحب حد تاني غيرك؟ طب كانت تقول اي حاجه تانيه تتصدق. ده على اساس يعني الاحتمال ده عمره ما يحصل خالص؟ لا طبعا عمره ما يحصل يا ابني. هبه دي مستحيل المعجزه تتحقق معاها مرتين طول عمرها. دي لو وقفت على شعر راسها مش هتلاقي حد عبيط زيها كده وعنده عمى الوان يحبها. مازن، بلا مازن بقى بلا بتاع. يا عم فوق فوق شويه من الخيال اللي انت معايش نفسك فيه ده. حضرتك طبعا متصور ان البرنسيس هبه دلوقتي مع الفارس النبيل اللي هيخطفها على حصانه ويطير بيها عشان يروحوا يحضروا سوا بارتي على البيتش. ولما الساعه تدق 12 بقى تختفي السندريلا وتنسى الصندل بتاعها. فالفارس يسيب الحفله ويروح يدور عليها لحد ما يلاقيها. ويتأكد فعلا ان الصندل ده على مقاسها، وساعتها يقرروا انه يتجوزها ويعيشوا سوا مع بعض في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. مازن اطلع بره. نعم، زي ما بقولك كده اطلع بره. انا مش طايق نفسي ولا عايز اكلم مع حد. ماشي، بس لما اطلع بره انت هتعمل ايه؟ هتفضل قاعد كده حاطط ايدك على خدك ومستني لما الاموره بتاعتك تكلمك؟ يا حبيبي انت ليه مش قادر تفهم ان هبه خلاص مش هتتصل بيك تاني؟ هبه دلوقتي مش طايقانا، ولو في ايديها كانت ولعت فينا قبل ما تمشي. انت بقى لو قعدت من دلوقتي لغايه السنه الجايه عمرها برضو ما هتتصل بيك. وانتوا ليه مش عايزين تفهموا ان هبه ما بتكرهنيش؟ هبه عملت كده واختفت علشان مجروحه، مش علشان بعتني. افهموا بقى. اوكي، براحتك يا ادهم، بس على الاقل يعني كلمهم في البيت عندها. اسال امها ولا اسال اللي اسمه تيمور ده، يمكن سايبه لنا معاهم رساله ولا حاجه، بدل ما انت قاعد كده مش عارف تعمل حاجه خالص. اتفضل يا حبيبي، الفول اللي بتحبه. تسلم ايدك يا خالتش. خير، ايه اللي حدفك علينا الساعه دي؟ اصله يا اخويا مستني مكالمه من هبه عشان الشغل. يعني شغل ايه تاني بقى؟ مش خلاص فضيناها سيره؟ ما انت عارف يا عمي الحاجات المعلقه دي بتبقى حبالها طويله، وبعدين ده اجازاتي يعني قلت اجي اتعشى معاكوا. انت عارف اللمه بتفتح النفس. اه، وانت نفسك مقفوله قوي اليومين دول. خليكوا انا اللي هرد. عشان يدونا بعمل. يلا خد خد كل. الو الو، مساء الخير مدام فوقيه، انا ادهم من شقتي. اهلا يا مستر، ازيك؟ بصراحه مش كويس. انا بكلم حضرتك علشان بقالي كتير قوي مستني مكالمه هبه ومش عارف هتتكلم ولا لا. انا عايز اعرف هي كلمت تيمور ولا لسه. ايوه كلمته، ثانيه واحده اندهولك. لا لا لا، ثانيه واحده بس، انا عايز اكلم حضرتك قبل ما اكلم تيمور.
انا معلش بس عايز حضرتك تبلغيها ان موضوع صعوبه الاتصال بيها ده عامل لنا مشاكل كتير قوي. ما انا قلت لها قبل كده بس معلش الظروف بقى جت كده. عارف عارف يا مدام فوقيه، بس انا طالب من حضرتك بس طلب، ممكن بس تقول لها ان انا محتاج فرصه تانية؟ كل اللي طالبه منها تديني فرصه واحده بس. حاضر هقول لها ثانيه واحده واندهلك. تيمور يا تيمور، تيمور يا خالتي. تعالى تعالى اكلم امك. قولي لها ان انا باكل، هخلص اكل واكلمها. بقول لك تعالى، في حاجه مهمه. تعالى تعالى. هتنزلك بس يا عم. مستر ادهم. الو. ايوه تيمور، ازيك عامل ايه؟ طيب تمام. قول لي بلغت هبه باللي حصل في ميتنج ولا لسه؟ بلغتها. طيب تمام. وكان ردها ايه بالظبط؟ ردها كان عملي جدا. الكلام هيبقى مع المحامي بتاع تيرو مود. محامي؟ محامي ليه؟ يعني ايه ليه؟ ما انتوا اللي وصلتوا الوضع لكده. ولا انتوا نسيتوا سيل الشتائم والتهديدات اللي نزلتوا بيها على دماغي لما كنت عندكم؟ تيمور جيب من الاخر كده وقولي طلباتك ايه؟ تاني؟ انت ليه مش عايز تفهم ان مفيش كلام بيني وبينك دلوقتي؟ الكلام كله هيبقى مع المحامي. ده الموضوع بجد بقى. لا 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 انا مش مصدق، انا مش مصدق ان هبه ممكن انتقامها يوصل للدرجه دي. انا عايز افهم بالظبط انتوا ايه الخطه اللي بتعملوها. ما تنطق ساكت ليه؟ هترجعوا الشركه ولا لا؟ بص يا مستر، في حاجه كده حصلت من كام يوم الظاهر ان انت لسه ما تعرفهاش. القضيه بتاعت الشركه اتحكم فيها خلاص، والحكم كان لصالح تيرو مودا. يعني من الاخر كده ايكو مودا بقت بتاعت هبه رسمي. ايه؟ لا ايه ولا تي، هو ده اللي حصل. انا كلمت المحامي وقال ان الموضوع خلاص اتحكم فيه. يعني ده اللي بتخططوا له بقالكم زمان صح؟ احنا لا خططنا ولا فكرنا، الموضوع مشي كده لوحده. بعدين انت عارف كويس قوي ان القضيه دي مرفوعه من قبل ما هبه تسيبكم وتمشي لزوم الطبخه اللي انتوا كنتوا طابخينها، ولولا القضيه دي ان هي اترفعت كان زمان دلوقتي الديانه كلهم بينهشوا في مصارين ايكومودو. بس هبه عارفه كويس جدا القضيه دي ما ينفعش يتحكم فيها. عارفه بقى ولا مش عارفه، هو ده اللي حصل والموضوع خرج من ايدينا والقضاء قال كلمته. لا يا حبيبي الموضوع لسه في ايديكم، وانا عايزك بقى تفهم كويس جدا ان كل اللي بيحصل ده انا عارف كويس ان انت اللي وراه. انا عايزك تسمعني بقى وتبلغ الكلام ده لهبه. انا محدش هياخد مني شركتي، الشركه دي بتاعتي وبتاعت ابويا وبتاعت عيلتي، ومش هسمح لمخلوق يحط ايده عليها، فاهم ولا لا؟ وبالنسبه بقى لحكم المحكمه اللي انتوا فرحانين بيه، بلغ الهانم ان تبل وتشرب ميته. بلك ايه؟ الموضوع ده شكله مش هيعدي على خير يا خالتي. ده مصمم ان انا وهبه لعبنا عليه عشان ناخد شركته. يا لهوي. ايه ده اللي حصل؟ في ايه؟ لا لا مفيش حاجه يا عمي، ده امي بس كانت بتغسل الغيارات والفانيلا وقعت في الشارع. فانيلا برضو؟ طيب هتعملوا ايه؟ معرفش بقى، هروح للمحامي بتاعنا عشان يقعد مع المحامي بتاعهم واشوف ايه اللي هيحصل لحد ما هبه تيجي. يا رب يجيب العواقب سليمه يا رب يا رب. كل حاجه راحت مني يا مازن، خلاص خلاص القضيه اتحكم فيها وكل حاجه راحت مني. عشان تبقى تصدقني بس لما اقول لك ان اختفائها ده مش طبيعي. انا كنت عارف من الاول البت دي لو طلبت تفرمنا ما كانتش هتتاخر. انت بس الوحيد اللي كنت شايفها ملاك بريء، وقعدت تقول لي انا واثق فيها ومتاكد منها والكلام الاهبل بتاعك ده. ما هي كانت شرطه مين؟ ما هي شرطك. بقول لك ايه، ما تغيرش الموضوع، مش هنقعد نرمي التهم على بعض دلوقتي، خلينا نفكر ونشوف هنتصرف ازاي في المصيبه دي. نتصرف في ايه؟ بقول لك كل حاجه راحت خلاص والقضيه اتحكم فيها، تفكر في ايه بالظبط؟ طب ما تتكلم مع عيلتك، ولا اقول لك اتكلم مع ابوها. تيمور وهبه لو ناويين ياخدوا الشركه ولا عيلتي ولا عيلتهم ولا الجن الازرق هيقدروا يتصرفوا.
أدهم لو فشل يبقى أنا كمان فشلت. أدهم يعني أنا، وأنا بقيت بخاف عليه من الفشل أكتر من نفسي. بقيت بخاف عليه ليتكسر ويتكسر مع إيمانه بيا وبنفسه. عارف يا أدهم؟ أنا دلوقتي بس خدت بالي. خدت بالك من إيه؟ من الفخ اللي كان بيتنصب لنا. أنا وأنت كان بيتلعب بينا من زمان وإحنا مش واخدين بالنا. إزاي يعني؟ الموضوع ده كله اتخطط له من البداية. من ساعة ما طلبنا منها تعمل شركة باسمها. دخلت علينا هي بالوش البريء ونفذت كل حاجة طلبناها منها بالحرف. وبعد شوية راحت مدخلة معاها اللي اسمه تيمور ده وعملوا الشركة مع بعض. وخلاص بقت مسألة وقت، هتفضل بس مستنية شوية لحد ما نديها الشركتين على طبق من فضة. أنا مش فاهم إيه التخريف اللي أنت بتقوله ده، أكيد كل ده ما حصلش طبعًا. ما حصلش إيه؟ أنت لسه هتدافع عنها برضه. أنا ولا بدافع ولا بنايل يا مازن. هبة مش في طبعها الخيانة، ولا عمرها كانت هتبيعني. هبة عملت كده بسببنا إحنا، إحنا اللي عملنا فيها كده. إحنا اللي عملنا فيها كده؟ يا ابني فوق بقى. فوق. هبة خلاص خدت منك الشركة، واللي بقوله لك ده مش استنتاج، ده أمر واقع. طب تفسر بإنها اختفت بعد الميتنج الأخير اللي فضحتنا فيه. مش منطقي برضو انها مظبطه كل حاجه مع تيمور؟ لا مش منطقي يا مازن. ومش منطقي برضو انها هتفضل مختفيه بعد ما المحكمه حكمت لها بالشركه. وهي كانت تعرف منين يعني المحكمه هتحكم دلوقتي؟ يا ابني بقول لك هبه مجروحه، مجروحه افهم. مجروحه؟ هي عشان مجروحه تاخد مننا ايكو موضه وفوقيها كمان ترى موضه؟ لا ما تزعلش مني بقى. كده هبه مش مجروحه. هبه كده مازن. اخيرا جيتوا. طبيعي اي بنت بتاخد وقت لما بتجهز عشان تخرج، خصوصا لو كانت بنت حلوه. لا 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 ويت ا مينت، انا مش قادره استوعب اللي انا شايفاه. مين المادموزيل؟ شفتي قلت لك مش هتصدقي. لا يو ور رايت يا بيبي، فعلا هبه انت بقيتي تجنني. يو ار ا شاينينج ستار. ميرسي. او ماي جاد. وير ا سكند، وير ا سكند. هبه انت فيكي حاجه متغيره. انا لا ما فيش. هبه انت حلاوتي قوي بعد ما سبتك كده. ليه؟ ايه اللي عملتيه بالظبط؟ قولي لي واعترفي حالا. تلاقيك بس لسه مش واخد على شكلها الجديد حبيبتي. فور شور اي نو هير لوكس. هبه اتغيرت خالص من بعد ما سبتها. عملتوا فيها ايه اشرار انتوا؟ شفت بقى، عشان ما تقولش انها اتغيرت بعد النيو لوك بتاعك. هبه ما حلوتش كده غير لما انا عملت لها التاتش اللي على ذوقي. حبيبتي النيو لوك بتاع هبه ده خلاص ريجسترد اندر ماي نيم. هادي سرحان. اتس تو ليت يا هادي، انا اللي عملت التاتش الاخير. اوكي يا لينا، قولي لي عملتي ايه بالظبط وانا ممكن اقول انك ساعدتيني. خلاص يا مستر انا هريح. هبه اوعى تقولي حاجه، اللي حصل ده بيني وبينك بس. بوبا حبيبتي انا اونكل هادي، انا اللي لفيت معاكي على كل ستورز، انا اللي روحت معاكي عند البيوتي سنتر. قولي لي هي عملت ايه بالظبط وانا مش هقولها انك قلتي لي. تكير يا هبه عشان ده بيحاول ياثر عليكي. هم تكير. ايه ده ايه ده ايه ده، انتوا بتتفقوا عليا من ورايا اشرار؟ مراد بليز اي نيد يور هيلب. ام سوري يا هادي، مضطر ابيعك، هم اغلبيه. برافو عليك يا مراد. انا حابه اقول لك انا عملت ايه بس بيني وبينك. ديل. هبه تحبي ترقصي؟ لا انا ما برقص. ما بترقصيش ليه؟ يعني كده. ايوه كده ليه يعني؟ عشان ما بعرفش ارقص. بسيط اعرفك. لا لا ملوش لزوم، ملوش لزوم بجد. يا هبه ما تكسفيهوش بقى، الموضوع بسيط يعني ما فيهوش ازمه يعني. يلا يلا يلا. طيب هاف فان. يلا استاذنكم.
اوكي كم باك. هادي انت مش ملاحظ حاجه؟ ملاحظ هبه محتاجه طالون اطول بكتير من اللي هي لابساه. مش قصدي كده يا هادي، ركز. ايه لينا في ايه؟ الفستان بتاعها فيه حاجه؟ يا ربي مش ملاحظ يعني ان مراد معجب بهبه؟ But of course حبيبتي، بعد النيو لوك اللي هي عملته ده لازم يعجب بيها. Cheers. لا مراد معجب بهبه من ساعه ما شافها، معجب بيها من قبل النيو لوك والحركات دي كلها. انا عارفه مراد كويس، مراد شاف هبه من جوه قبل ما يشوفها من بره. واو This is so romantic. بس دلوقتي في مشكله. ايه يا لينا مشكله؟ مشكله في هبه. مالها هبه؟ ما تقوليليش ان الضيعه دي مراد مش عاجبها. لا مش دي الفكره، الفكره ان هي لولا الظروف اللي هي فيها دلوقتي يمكن كانت هي قربت له زي ما هو بيحاول يقرب لها. فيها ايه؟ ما تقرب له هي كمان. الفكره يا هادي ان هبه لسه مش مستوعبه التغيير اللي حصل لها، وكمان لسه علاقتها بادهم موتراها واكيد هي حاسه انها مش مستعده تخش اي ريليشن شيب جديده. اوكي يا لينا سيبي لي الموضوع ده، انا هتصرف. هتعمل ايه؟ I'll get the lovers together. ازاي يعني؟ قلتي لي ازاي بقى؟ انا مش هقول لك الا لما تقولي لي انت عملتي ايه وخليتيها تحلو بالشكل ده. ايه رايك؟ Cheers. Cheers. بقول لك ايه؟ احنا لازم نلاقي طريقه نبلغ بيها البورد باللي حصل ده. مازن خليها لبكره، انا مش قادر افكر في اي حاجه ومش عايز اقعد في الشركه دي ولازم امشي دلوقتي. خد بس تعالى. تمشي تروح فين دلوقتي؟ وانت مالك انت؟ وبعدين ما تقعدش تعيش لي في دور البادي جارد رايح فين وجاي منين علشان مش لايق عليك. انت لسه بقى ناوي تكمل في دور البطل السكران وتعيش نفسك في القصه الوهميه اللي انت معايش نفسك فيها دي. انت مالك انت؟ هو انت هتحاسبني؟ ادهم. ما تبطل يا ابني بقى حركات العيال الصغيره دي. انت عارف انت مشكلتك ايه؟ مشكلتك انك خلاص حبيت قوي دور الضحيه اللي انت عايش فيه ده. وانت سيادتك بقيت طبيب نفساني صح؟ مش محتاجه دكتور نفساني، واضحه قوي زي الشمس. انت محتاج دلوقتي واحد يقف جنبك ويوافقك على كل افكارك ويقول لك ان هبه دي ملاك نزل من السماء وانها احسن واحده في الدنيا واكتر واحده تنفع لك، وان اللي انت بتعدي بيه ده ازمه مؤقته وهتعدي. بس للاسف بقى مش هتلاقي الحد ده لان القصه دي في دماغك انت بس يا ادهم. ودلوقتي هتسيبنا وتروح تشرب وتسكر لغايه الصبح وتجينا بقى ميتنج بكره وانت بتتطوح، والمفروض بقى انك تصعب علينا. ما كفايه بقى يا اخي، انا مش عايز اصعب على حد ولا عايز حد يقف جنبي ولا عايزك انت كمان تقف جنبي. وبالنسبه لحياتي دي بقى فدي حياتي الشخصيه انا، ولا انت ليك دخل فيها ولا الشركه ولا اي مخلوق. وبعدين بقى ما تقلقش على منظري، انا من بكره الصبح هاجي بدري هنا في الشركه ومش هعمل لك اي مشاكل وما تداريش عليا كمان. مش هتعمل لي مشاكل على اساس يعني ان انا مش غرقان في المشاكل؟ انت ناسي يا استاذ ان انا فلوسي كلها حطيتها في الاسهم هنا؟ مش ناسي، بس اللي انت ناسيه ان انت مش رئيس مجلس الاداره ولا شايل اي مشكله في الشركه دي. انا اللي شايل كل حاجه، وانا اللي هوقف الشركه دي تاني على رجليها. وفلوسك بقى ما تقلقش عليها، هرجعها لك على دايره مليم. ادهم استنى، انت رايح فين؟ ايه اللي حصل يا مازن؟ ادهم ماله؟ لا بقول لك ايه، مش وقت الحركات بتاعتك دي، انت هتحكي لي على كل حاجه دلوقتي حالا. والله انا كنت افضل نتكلم بكره في الميتنج احسن، بس ما دام حضرتك بقى مصره تعرفي انا مضطر اقول لك. خير؟ في ايه؟ قلقتنا. القضيه اللي هبه كانت رافعها على الشركه كسبتها، يعني دلوقتي الشركه بقت بتاعت هبه رسمي. النهارده حلمي اتحقق، حلمي اللي كنت بخاف احلامه من كتر ما هو بعيد وصعب. بيقولوا الاحلام البعيده زيها زي السراب، خيال ملوش وجود، بس انا السراب بتاعي اتحول لحقيقه، واللي كنت فاكره اني عمري ما هوصل له لقيته النهارده ملكي وبين ايديا. مستر ادهم اعترف لي بحبه وقال لي انه مجنون بيا وانه بيغير عليا من تيمور، ده حتى كان هيبوسني زي الافلام بس اتكسف وبس ايدي في اخر لحظه. ياه معقوله؟ انا اللي حصل لي النهارده عدى كل اللي اتمنيته وحلمت بيه. أنا لحد دلوقتي مش مصدقة، مع إنه أكد لي كل كلمة قالها لي، بس أنا برضه مش مصدقة. حتى لما مسك إيدي وحطها على خده
عشان يثبت لي اني صحية وما بحلمش. كنت لسه مش مصدقة. طب اصدقه ازاي؟ هو في حلم يتحقق كده في غمضة عين؟ شكرا. اتفضلي. ميرسي. مش معقول هبه، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت؟ ام فاين. ايه التغيير الجامد ده؟ انا ما عرفتكيش. قوليلي، كنت عايزه حاجه من ايكوموضه. لا انا خلاص استقلت وسبت الشغل في ايكوموضه. لا سبتي ادهم نشوقاتي؟ مش ممكن، انت كنتي الهوا اللي بيتنفسه. يا حرام، ده هتلاقيها يموت من غيرك. عادي بقى، ما هو في حاجات كتير اتغيرت، المفروض ان هو يتعود يشتغل من غيري. ما عرفتكوش. مراد. هاي. هاي. نرمين. نايس تو ميت يو. سيم هير. سوري يا هبه، مضطره اسيبك، لازم ارجع الاوتيل حالا. يلا باي. باي. هبه، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. مين أدهم النشوقاتي؟ حد كنت بشتغل معاه زمان. بس واضح إنه كان حد مهم. كان المدير بتاعي. يلا. تعرفي يا هبه، انا مش مستغرب انك كنتي مهمه قوي كده في حياه ادهم النشوقاتي. انتي اصلك من الناس اللي بتدي اللي يعرفهم سبب عشان يحب حياته. ميرسي يا مستر. دي مش مجامله على فكره، انا بتكلم بجد. هو تقدري تقولي بتكلم عن نفسي. هبه، انا معجب بيكي من اول يوم شفتك فيه. حضرتك معجب بيا انا؟ مستغربة ليه؟ يعني أصل حياتك لما شفتني ما كانش شكلي كده خالص. مين بقى اللي قالك كده؟ يا بنتي جمالك من نوع تاني، جمال مختلف عن القشرة اللي بره اللي الناس بتشوفها. أنا كان كفاية عليا أشوف رقتك وكسوفك عشان أتشد ليكي. إيه؟ كلامي ضايقك؟ لا لا خالص، أنا مش متضايقة. بس مستغربة، يعني أنا عمر ما حد كلمني كده عن نفسي. يمكن لأن دي أول مرة حد يشوفك صح. أنا كنت عايز أقولك الكلام ده من أول ما شفتك، بس كنت خايف من رد فعلك، وكنت خايف أكتر لكلامي ده يبعدك عني. طيب أنا كنت بحاول أبقى جنبك أطول وقت ممكن، بس كنت خايف الاهتمام بيك يخنقك. هبة بليز قولي أي حاجة، أنا سكوتك ده بيقلقني، مش عارف ده دي ولا كسوف. ما أنا مش عارفة حضرتك المفروض أقول إيه. أولاً بقى أنتِ المفروض ما تقوليش حضرتك ولا مستر ولا أي حاجة من الكلام ده. أوكي. أنا هنا ورايح اسمي مراد. مراد بس من غير ألقاب. ماشي؟ ماشي. ثانياً بقى، أنا مش عايز أضغط عليكي. أنا بس عايز أعرف حاجة واحدة. انتي كمان حاسه بحاجه من ناحيتي ولا لا؟ مش عارفه. طب جاوبيني بصراحه، انا وجودي جنبك مضايقك؟ لا خالص، انا مش متضايقه بجد.
امال ليه بتهربي مني كل ما ابص في عينيكي؟ لا مش بحر، بس انا مش عارف اشوفهم كويس.